سلام خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ اموركم مزيان؟ نبداو صلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. الخوت الخواتات، كدايرين؟ احوالكم؟ اموركم مزيان؟ روتين جديد، نهار جديد، وحياه جديده ان شاء الله، وفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وصحيحه ان شاء الله. وهنا خواتاتي، بغيت نرد الغديوه ديالي من الصبيح، بديت معاكم. عندي هنا شويه اللحم وصافي، شلطت عليه واحد البصله وواحد ثلاثه دروسه ديال الثومه وشويه الكزبر وشويه المعدنوس، وشلطت عليه واحد الطريف ديال الحامض مصير، ولحت عليها البنات هنايا شويه داك الزيتون المقرط رونديلا، تيجي زوينه البنات في المريقه، تجي واحد المريقه ما نقولش لكم علينا، تيعجبني في الدجاج ولا في اللحم، تيجي غزير. وهنا درت شويه القرفه البنات، شويه المروزيه ديال اللحم، شويه البزار، شويه سكنجبير، شويه الخرقوم او الكركم، وواحد الضامه ديال الزعفران. وهنا البنات الزيت انا باقا ما درتوش، خليت حتى يتحر اللحم. المهم تجي واحد المريقه مدغمره بحال ديال العراسه البنات، ديال العراسه تماما. وهنايا البنات درت واحد وريقه سيدنا موسى، وخليت اللحم حتى يتحر مزيان، عاد كبيت عليه غير شويه الزيت، غير شي شويه، ما قويتش بزاف. شفتوا البنات هادشي عاد تحر تبارك الله، شوف كيفاش جات المريقه، جات المريقه مدغمره من دابا، باقا كاع ما طابت. وهنايا البنات راني نقيت واحد شويه البطاطا، هنا باغا نخدر غير بالبطاطا والزيتون صافي، وفليفله حاره الله يجعل البركه. المهم جات واحد الغديوه غزاله تبارك الله، وما شهيتكم تسمحين لي تتوهم ولا تتشهى. وهنايا تنقول للمشتركين ديالي القدام والجداد، مرحبا بكم، والدار داركم، والقناه قناتكم، ومليون مليون الف مرحبا دائما دائما مع البساطه مع اختكم سعاد، مرحبا بكم مع يوميات سعاد وياسين. وهنايا راني رميت داك البطيطه ديالي مع اللحم، ودرت واحد الطريفات ديال الحامض مصيرين، ودرت ديك الفليفله الحاره. وهنا البنات هنايا راني سمحوا لي هذا الفيديو اللي كان غير خليته الاخير، هذا ديال من مور الغدا. في المونتاج خاصني نديرو من مور الغدا عاد نحطو، انا حطيته في قبل من زعما ما نحط الغدا، هادشي اللي كاين. المهم هذاك راه المحنه اللي غصت اميمه ديال من مور الغدا، مور الكويسات والمحنه باش تغدينا وصافي. وهنا شوفوا المريقه البنات كيفاش جات، المريقه جات غزاله، ومريقه ديال العريسات الى الاخ زايده عليها البطاطا، واللهم اديما نعمه وحفظها من الزوال. وتتمنى من الله البصيمه ديالكم وغديوه الواحد تيديباني داكشي اللي عنده، والله يجعل البركه، والحمد لله ونشكروه. البطاطا راه غلات البنات، ولات غاليه غاليه بزاف. وهنا البنات ندوز معاكم العشيه كيما قلت لكم، العشيه المهم هذا درت انايا عشا وكوطي. عجنت واحد شويه الفينو وشويه الفورس مزيان ديال الحلويات صافي، غير بشويه الملح وشويه الزيت صافي. هنا باغا ندير واحد الرغيفات ديال الشحمه البنات، قلت نديرهم ليهم عشا وكسكروط، هادشي اللي كاين. المهم هنايا راني عجنتها بكري، غير تغديت وعجنتها، ودابا دزتها حتى العشيه هكا كما بديتها انايا، حتى ديك الخمسه هكاك عاد بديتهم صافي. هنايا البنات راني حكيت واحد جوج خيزوات وواحد جوج بصلات شلطتهم رقاقين، وعندي البصله الخضريه كانت عندي في المجمد، والفلفله الصفراء الخضراء ما كانتش عندي، درت غير الصفراء، والقرعه كوجيت حكيتها وحطيتها ديك مع تطيب دغيا دغيا الشحمه خليتهم ماشي دابا. وهنايا راه درت واحد شويه الماء تيطيب في داك الكويميله، باغي نطيب شويه البلبوله ديال الشعير. المهم واحد العشيوه تقليديه وصحيه وديال هاد الوقت وديال هاد البرد. واختي حنا صبت عندنا الشتا وصبت عندك وجاتو معايا، والله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين والمسلمات ويعطينا على قد النفع. وهنا خواتاتي انا واحد المنسمات تعجبوني في هاد، واخا تندير رغيف ديال الشحمه ما تنديرش الشحمه بوحديتها، تنبغي باش تندر هذيك الشحمه ما يجينيش في ما يجونيش من يد من داكشي، تنديرهم مترافقهم رافقتهم بالقرعه كوجيت والبصله والفلفله الصفراء
وخير زو محكوك. هنا البنات انا درت واحد الكميشه ديال الزعتر وكميشه ديال الازير، عرفتي تيجي البنات واحد الريحه، والعطريه البنات ديال اللحم تتعطي فيهم واحد الريحه ما نقولش لكم عليها. ودرت واحد شويه تحمير او بابريكا وشويه خرقوم وشويه الكمون والقزبر حبوب واحد شويه البزار. صافي هنايا البنات وخويت ديك الشحمه ديالي تا خليت حتى طابت ديك الخضيره، عاد درت الشحمه راكم عارفين غير غير تطيب. وهنا درت واحد جوج معالق ديال القشده الطاريه، حتى هي تعطي واحد المذاق زوين وواحد المهم حسب معلقه ديال الصويا صوص ديال الصوجة. المهم هنايا راه جات واحد الريحه ما نقولش لكم عليها، واحد شويه الملح والزيت البنات درت قطيره وشويه القزبر والمعدنوس. صافي وخليت هذيك العماره ديالي بقات تتشحر حتى نشفت على خاطرها. وهنايا انا البنات عندي البلبوله الرقيقه ديال الشعير الرقيقه كاع ماشي الميين. وهنايا راني ناقصه عليها البوطه وديرها تطيب. وهما وياكم البنات تسدوا على الجميله، فاضت لي الفرن وكاع كرفصات وليا. المهم تا ساليت العشاء وعاد ضربت لي بواحد الغسله ومسحه هادشي اللي كاين احبابي. وهنايا راه هذوك الرغيفات ديالي طلقوا حطيت ماما وعاد تا زعما قرصتهم، وعاد باش دزت صايبت العماره ورديت البلبوله ديال الشعير ديالي تطيب. وهنا عاد باش دزت باش ندير لهم الحشوه ديالهم. وهنا ديك العماره يا البنات تجي واعره واحد الريحه راه ما نقولش لكم عليها. البنات دير فيهم واحد الوريقه ديال سيدنا موسى تا تساليوا وتهزوها تحيدوها. وهنا يا البنات راني تنعمر طلقتهم بداك شويه الزيت ودرت فيه واحد شويه تحميره او بابريكا وواحد شويه الصوص ديال الصوجه، تيجي واحد المذاق فيهم واعر البنات تجي غزيره البنات. هنا راني قرصت زعما قرصت الاولى درت فيها العماره، وعاد هنايا درت واحده اخرى باش ما تقطعش ليا المسمن ديالي. وهنايا راني زدت الثانيه حتى هي تنعمرها. المهم هنا ما درتهم ما كبار ما صغار، الاولين درتهم كبارات شويه، هادو اللي تشوفهم اللي درت وحده في قلب وحده، ولكن الاخرين درتهم غير صغارات وما درت زعما ما درتش جوج، درت غير وحده صافي وما تقطعت ليا العماره لا والو. هادو حيت درتهم كبار داكشي علاش درت وحده في قلب وحده. وهنا يا حبابي هنايا كيما تنقول لكم اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر ونور جرس باش يوصلكم كل جديد ديال خشكم سعاد، فضلا وليس امرا احبابي. وكيف ما تنقولوا دائما بارطاج القناه في الفيسبوك مع الاهل والاحباب ومع الخوت والصحاب ديالكم والاهل ديالكم، وعاونوا خشكم سعاد مشاهده ناقصه والبصيمه ديالكم كيف ما دائما. شكرا لكم، وذوك الكومنتيرات اللي تتخليو في حقي وشكرا لكم بزاف، ما نوفيش لكم الصراحه حقكم. وهادشي اللي كاين احبابي هنايا راه الواحد تيدي باني راسي باش ما كان واحد العشيوه صحيه. والمهم داكشي اللي درته معاكم تنشاركو مع خوتي وخواتاتي علاش لا. وهنا البنات شتو البنات البلبوله تبارك الله راه قربت. صافي هنا راني ما بقى لي والو، غندير لها الحليب وترخي عليها، انا رخيت عليها شويه البوطه تطابت على خاطرها. شتو البلبوله فين فاضت ليا في الفورنو، والبنات الا زدتوها شويه الزعتر وحكوا عليها واحد جوج دروس ديال الثومه وديروا عليها واحد شويه كميشه هكاك ديال الروز، عرفتوا تجي غزاله البنات ديك البلبوله تجي واعره وصحيه ما تقنعوش منها زويته بلديه. وهنايا راني بديت تنطيب كدايره المقله تسخن. وهنا هادو هما الاولات اللي صايبت وما دوك اللي بديت فيهم في الطياب. وهادشي اللي كاين احبابي، وكملوا لخوتكم سعاد الفيديو حتى الاخير، وتحياتي لخوتي داخل المغرب ولا خارج المغرب ومن طنجة حتى الكويره وجميع الدول العربيه، كلشي من دون استثناء ما خليتو واحد، كلكم راكم عزاز وغاليين. وهنا شوف داك الرغيف ديالي تبارك الله راه تيتنفخ وتيجيو تبارك الله منفوخين، وجاو واحد القرميشه فيهم غزاله واحد النكهه واحد الصراحه ما خلاوش منهم. وعرفتي تبارك الله شحال درت، والله الا حيت خمسه بزز خمسه اللي حيتهم درتهم في الفريكو. قلت زعما حتى النهار اخر دابا وعاد نعاود ندير شويه ونديرهم في الفريكو. انا البنات راه تنديرهم في الفريكو راه ما تيوقع عليهم والو، بالعكس الوقت اللي تيجيني تحد غفل على غفله
تنزل نحطهم مع داك المنوي اللي تندير ومخيمرات، وهاد الطويبله ديالك اختي محطوطه اللهم ادي ما نعم وحفظها من الزوال، مش عاد تنوضي تبداي تجري وتجري وتجري وتجري. هادشي اللي تندير انا، تنصايب داكشي على تيساع ونخليه. هادشي اللي جا كلها تياكل اللي كتب لي الله، كلها تياكل اللي مقسم لي سيدي ربي. هادشي اللي كاين احبابي هنايا راه تبارك الله ناقص علي من البوطه، ما بغيتش نجهد على البوطه باش ما يتخطفوش ليا باش يطيبوا على خاطرهم. راه محمرين دابا عيما تصوير، ما عاطيهمش حقهم، مع الاضاءه ناقصه داكشي علاش ما عاطيهمش. راه تيبان لكم شو تبارك الله كيجاو مذهبين والتقرميشه راه ما نقولش لكم عليها. المهم البنه والنكهه ديالهم حاضره ناضره، ومعهم واحد بريري ديال الكويز ديال اتاي. وتفكروا اختكم سعاد ما تقنعوش منهم، لا ما تقنعوا منهم. واختي احنا كيما قلت لكم اليوم صبات عندنا الشتي، والله يرحمنا ويعطينا على قد النفع والترخاص. اختي الخضره ويوجد الزرع ويوجد كل شيء تبارك الله يوجد، الله يرحمنا ويعطينا على قد النفع. الدرويش مسكين قاصح قاصح بزاف الوقت، والله الا الناس لاباس عليها وتقهرت ما بقى عاد الدرويش بحالنا. راه لا اله الا الله، والله لا اله الا الله. الله يعطينا الجهد والصبر والصحة مع الوليدات وهادشي اللي كاينو هنايا. خوتي راه العشيوة ديالي هنا دزت نكب داك الزليفات فيهم، ديك العشيوة ديالي البلبولة. المهم انا تنطيبها بكري على وليت باش تطلق، وقد ما طلقت البلبولة البنات قد ما طيبتها على تيساع تطلق داك الخيوط ديالها وتتجي لذيذة لذيذة بزاف. وهنا عمرت واحد الجبريل ديال اتاي لالا براد بالنعناع والزعتر والإقامة، وبالرد راه درتو بالشيبه يا لالا الشيبه الحبيبه. وهنا تنقول لكم هنايا شوفوا كيفاش جاوا البنات، شوفوا داك الطريقه كيفاش جات من البنا. ما نقولش لكم على تسمعنا اللي تتشهى واللي تتوحم، خيركم في دياركم تمام الخير والجيده والموجوده. وهذه العشيوه ديال اختكم سعاد ومعاهم التميرات، ودمتم في رعايه الله وحفظه.